بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أسر المرسلين، وإن شاء الله نواصل شابتر 6. شوف المقطع الثاني، شوف في لامينار اند تيربلنت فلو ان تيوبس. فلو ان تيوب كان بي لامينار أو تيربلنت، لكن يعتمد على إيش؟ على فلو كونديشن. فلويد فلو إز ستريم لايند اند ذس لامينار، يكون لامينار لما تكون في اللو فيلوستيز، لكن يصبح تيربلنت كلما زادت السرعة عن قيمة معينة. في قيمة معينة عندها يبدأ الفلويد فلو لامينار. Transition from laminar to turbulent flow does not occur suddenly. يعني ما يتم الانتقال من اللامينار to turbulent، ما يحصل كده بصفة مفاجئة، لا، لكنه يمر بمرحلة يكون إيش؟ fluctuate، تذبذب ما بين اللامينار والتيربلنت فلو، وفيما بعد يصبحش فولي تيربلنت. طبعا الفلود فلو لما يكون الفسكوستي تبعه عالية والدياميتر تبعه قليل، أو إنه تيوب أور نارو باسش، يعني ممرات تكون ضيقة جدا، ساعتها نتأكد تقريبا إنه حيكون احتمال كبير يكون لامينار. هلا بدنا نشوف for flow in a circular tube. circular tube زي الموجود عندي هنا. الرينولدز نمبر حيكون يساوي إيش؟ يساوي الرو في ام، اللي هي المين فيلوستي شفناها من المقطع الماضي، وهنا الدي قصدي بها الدياميتر، اللي هو نحن نتكلم عن الكاركترستيك لينغث، هنا حيكون الدياميتر، والبقية عارفينها اللي هي الميو. طبعا هذا في حالة عندنا سيركلر تيوب. لما يكون ما عندنا سيركلر تيوب، بدل الدي هذه ايش نحط؟ نحط ايش؟ نحط الهيدروليك دايمتر دي اتش، اللي هو في حالة النون سيركلر تيوب. هذه دي اتش ايش تساوي؟ تساوي 4 اي سي على بي. ايش هي الاي سي؟ اللي هي مساحة مقطع التيوب هذا، والبي اللي هو البريميتر، اللي هو محيط هذه tube. إذن ليش بالنسبة للcircular tube قلنا إنه diameter إنه dh هذه إنها تساوي d؟ ليش؟ لأنه لاحظ 4 ac، ال a قلنا هي pi d square على 4 اللي هو مساحة المقطع، وال pi d اللي هي المحيط. إذن لما تيجي تختصر هنا تلقى إنه إيش؟ فعلًا الهيدروليك diameter يساوي d في حالة circular tube. في عندي بعض الأشكال الأخرى، إذا كان عندي مربع راح لاحظ هنا دي اتش حتكون تساوي هذه اللي هي 4 a مقسم على بي تساوي الـ a، في حالة المستطيل هنا يكون يساوي هذا. لما تكون الدكت عندنا هنا أو البايب، ما هي فيها ليكويد، لكن الليكويد هذا ما هو معبي كل الحيز اللي عندنا. مثلا لو كان عندي بايب، نفس الشيء لو كان عندي بايب كده لاحظ، فهو يكون بس جزء منها هو اللي فيه مويه، والبقية ما فيها شيء. ساعتها يكون نستخدم بس الجزء، المساحة اللي إيش؟ اللي معبية من الليكويد. لاحظ ارتفاعها هنا A، ما أخذنا كل الارتفاع اللي هو هذا الارتفاع كله، لا، أخذنا بس الجزء اللي فيه الليكويد، وبالتالي صار عندنا DH في هذه الحالة اللي هي حالة المستطيل تساوي 4 AB على 2 A plus B. طب متى يتم الانتقال من اللامينار إلى التيربلنت وإلى الترانزيشن؟ متى نعرفها؟ بالرينولدز نمبر. الرينولدز نمبر لما يكون أقل من 2300، لاحظنا إحنا كان عندنا 15 قوة 5 لما كنا على الفلات بليت، هلا ولما كان عندنا إكسترنال فلو كان كمان له قيمة أخرى. نحن هلا بدنا إيش؟ لما يكون عندنا لامينر في هذه الحالة، لما يكون ستريم لاين لازم يكون أقل من 2300، لما يكون أكبر من 10000 يكون إيش؟ يكون تيربلنت. طب بين الاثنين يكون ترانزيشن، بين 2300 و 10000 يكون ترانزيشن فلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.